أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم من تطور التعاون العسكري بين نظامي كوريا الشمالية وإيران، خاصة في مجال الصواريخ. ووفقا لموقع إنكي نيوز الأمريكي المعني بأخبار كوريا الشمالية، فقد كشف تقرير لعام 2017 عن وجود تجار أسلحة من كوريا الشمالية يعيشون في طهران، كما أظهر التقرير تشابها في تصميمات الصواريخ في البلدين. يأتي هذا بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ من المقرر أن يزور إيران الثلاثاء، بالتزامن مع دخول العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني حيز التنفيذ.